ساعتنا الثالثة ونبدأوها ديما بفقرة ضيف الماتينال. اليوم عنا زوز ضيف فرحانين برشا باستقبالهم. مدام وفاء بن عمر، مرحبا بيك. هي مديرة إدارة المياه العمرانية، ومعها ولأول مرة يقول لي في الإذاعة الوطنية، أول مرة يجي بحذنا، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. سي فتحي العياري، مدير إدارة المعدات بوزارة التجهيز والإسكان. صباح النور. صباح النور، يومكم سعيد. مستمعين الإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا بك. بخير، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم علاش انتم بحذنا؟ لأنه ورينا البارح والبارح زاد في عديد ولايات الجمهورية الكميات الهامة من الأمطار، وإن شاء الله يا ربي الأمطار تعم بلادنا وتكون غيث نافع لفلاحتنا ولكل ولايات الجمهورية. لكن في نفس الوقت فما الفيضانات وفما بعض الأضرار للمواطنين. اليوم شنو عملت وزارة التجهيز والإسكان؟ شنو مش تعمل زادة؟ شنو دورها خلال الموسم هذية؟ ونبدأ معك أنت ديما لفام دابور مدام وفاء بن عمر، أنت مديرة إدارة المياه العمرانية. شنو نقصد بها المياه العمرانية؟ مرسي، بارك الله فيكم على الاستضافة. الناس الكل اللي استبشرنا بالأمطار والغيث النافع اللي شهدته بلادنا الأيامات الفارطة. احنا إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، إدارتنا تعنى بالحماية المدن من الفيضانات، المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات. المشمولات نتاعنا تكمن في اعداد الدراسات الحمايه باش نعرفوا ان هي المناطق المهدده بالفيضانات على كامل التراب التونسي، بالاضافه الى انجاز الاشغال المترتبه على الدراسات هذه. الاشغال اللي تقوم بها الاداره نتاعنا هي تهيئه مجاري الاوديه في المناطق العمرانيه، تحويلها في المناطق اللي ما نجموش نهيئوهم في وسط المناطق العمرانيه لدرء الفيضانات على مستوى المنطقة العمرانية، بالإضافة إلى ذلك أيضا جهر وتنظيف المنشآت المنجزة في إطار مشاريع الحماية والأودية ذات الصلاء اللي مربوطة بالمنشآت متاعنا، باش نتعهدوهم بالصيانة والجهر باش يكونوا حاضرين لاستقبال كمية الأمطار. قلت في كلامك نحن عملنا دراسات مش نشوفوا أنا هي المناطق في بلادنا اللي معرضة للفيضانات. أنا هي المناطق في بلادنا المعرضة؟ احنا كما نعرفوا تونس معناها عندنا معناها الامطار تشهدها المناطق نورمالمون من الشمال للجنوب، الشمال اكثر يشهد امطار هامه اكثر من الوسط واكثر من الجنوب، لكن مع التغيرات المناخيه اللي شهدتها بلادنا وشهدها العالم الكل كما راهو في الحوض البحر الابيض المتوسط، خاصه معناها الاونه الاخيره اسبانيا المغرب فرنسا، بالتغيرات المناخيه ولينا نشهد امطار استثنائيه، دونك ما عادش نجمو نقولوا منطقه مهدده بالفيضانات اكثر من منطقه، على خاطر ارتفاع درجات الحراره اللي ولا يشهد البحر الابيض المتوسط بالتغيرات المناخيه ولا يؤدي الى امطار استثنائيه في وقت وجيز. والامطار هذه ناتجه عن سحب ركاميه تتكون وتعمل امطار بكميات هامه في وقت وجيز، دونك ما عادش نجموا نعرفوا ان هي البلاصه اللي بالضبط تكون مهدده اكثر، على خاطر الامطار هذه تكون هامه كميات هامه في وقت وجيز. دونك بالتغيرات المناخيه ان شاء الله ربي يرحمنا، والامطار مرحبا بها في اي بلاصه وفي اي وقت، نحضروا لها بالباهي وان شاء الله ربي يرحمنا. نحضروا لها بالباهي، هذه كلمه السر في الحكايه. معك انت ومع سي فتحي، كيفاش نحضروا لها بالباهي؟ بالنسبة للإضافة اللي ذكرته السيدة وفاء بن عمر على مهام إدارة المياه العمرانية، وزارة التجهيز ممثلة في الإدارات الجهوية في الجمهورية كل تقوم بمجهود كبير وأعمال كبيرة خاصة لمسح حواشي طرقات وكذلك جهر وتنظيف شبكات وطرقات بطبيعة الحال في كل إدارة جهوية وفي كل ولاية عنا طرقات وطنية وجهوية تعبر المدن، وهذيك تتعهدها الإدارات الجهوية تتعهدها بزوز طرق، يا أما بمقاولات صغرى وتنجز أعمال تنظيف البلوعات وتنظيف مجاري المياه، وإلا بالطريقة المباشرة. هنا مش نحكو على المعدات، الطريقة المباشرة هي بالمعدات الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز، وهالمعدات هذية كان تسمح نعطوا فكرة شوية. نسمح ولا مش نسك عليها، عندنا ما يكفي من المعدات. شنو عندنا معدات في الوزارة بالضبط اللي نستغلوها وقتاش نستغلوها؟ لأنه عملية الجهر قلت أنت متواصلة بين سق قديش، مرة في الشهر بالضبط، مرة في الشهرين بالضبط. بالنسبة لنا نحن كي نقولوا جلوبالمون المعدات كافية
وجاهزة. احنا كيفاش هو التقسيم؟ عندنا معدات اللي هي متمثلة خاصة في الآلات الماسحة، في آلات الحفر والجهر، في الشاحنات، في آلات الشحن، هذوما مسندين للإدارة الجهوية وتحت تصرف الإدارة الجهوية. والإدارة الجهوية تقوم بالأعمال اللازمة لل كما قلنا عن طريق المقاولات وعن طريق المباشر. قديش عندنا من إدارة جهوية؟ نحن عندنا 24 إدارة جهوية في كل ولاية. عندنا إدارة، عندها إدارة جهوية وعندها بارك وعندها مجموعة من المعدات، وبطبيعة الحال مع هذا عندنا إدارة المعدات اللي هي إدارة مركزية اللي تقوم باقتناء المعدات، هي للإدارة الجهوية، الفئات للإدارة الجهوية كل، وبطبيعة الحال بالصيانة والإصلاح والتفقد للمعدات هذه. منين نقتنيوا هالمعدات؟ والله المعدات هي تصير عن طريق طلب عروض وطني مفتوح، وجنرال ما هي معدات عالمية يعني تم توريدها، كما يوم ما عملنا صفقات حتى لمعدات لإزالة الثلوج، وخاصة بإزالة الثلوج وهي توا متمركزة وقاعدين نحضروا فيها بطبيعة الحال في الولايات الشمال الغربي وكونسير بالثلوج. عندنا زادة معدات خاصة بزحف الرمال، وهذه ولت معضلة جديدة، يعني هذه زحف الرمال وقطع طرقات بزحف الرمال، زادة معدات موجودة في الجنوب ويتم دعمها من الإدارة المركزية وإدارة المعدات. هذه دونك ثم فولي استباقي، فهمتي ولا لا، كون الإدارة الجهوية تستعد لتنظيف البلوعات وكل، وبطبيعة الحال بالمعدات اللي راجع عليها بالنظر. نسق التنظيف والجهر والأعمال هذه اللي نقوم بها، هل هو بصفة مستمرة؟ هل بصفة مناسبتية؟ هل أننا نعملوها كل صيف، كل ثلاثة شهر؟ كيفاش يتم العمل؟ هي العملية بصفة مستمرة 100%، يعني ثم كما قلنا نحن مقاولات، هذه المقاولات الصغرى ومقاولات مختصة، يعني توا ولت مقاولات مختصة، مقاولات صغرى في عملية الجهر ولا التنظيف ولا التشوير، هذا ولت مقاولات والمجهود على طيلة السنة. وفوق هذا كل احنا في كل موسم بطبيعة الحال عنا في الإدارة الجهوية يصير أكثر ممكن تركيز، مثلا في موسم الاستعداد الموسم الصيف خاصة مسح المسالك الفلاحية ومسك حواشي الطرقات لتفادي الحرائق، وواحد هذيك يصير أكثر تركيز للناحية هذه. بطبيعة الحال ثم موسم كما يقرب موسم الثلوج يصير زادة كيف كيف تركيز أكثر، دونك المجهود متواصل ديما. وحسب المواسم ديما يصير اكثر تركيز لك الحاجه المناخيه اللي مش تجي في وقتها. توا عندنا المعدات اللازمه التابعه لوزاره التجهيز والاسكان، وعندنا زاده المقاولات الصغرى اللي نعملوا عليهم، وعندنا عمل متواصل كما قلت انت سيادتك سي فتحي. مال علاش عندنا فيضانات؟ كي المجهود هذا الكل نقوموا به وفي وقته بالطريقه الصحيحه، علاش فاضت الدنيا البارح مثلا في شير تسوسة والا في الجنوب نتاعنا؟ هي فاضت البارحة على خطر الأمطار كانت كميات كبيرة، يعني فاقت 70 مليمتر، فما 100 مليمتر في مناطق، دونك الأمطار كي تبدأ بكميات هامة في وقت وجيز، المنشآت المنجزة ساعات ما تكونش كافية طاقة استيعابها الكميات هذية، بالإضافة إلى أنه المناطق العمرانية وسط البلاد معنا الأحياء السكنية تفتقر إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، هك علاش المياه الأمطار تكون بشكل سيلان طبيعي على الطرقات، هك علاش نشاهدوا اللي كمية الماء فوق الكياس كلها تمشي في وسط الكياس، خاطر ما فماش مسيلات تحت الطرقات. وهنا فماش اقتراحات، دراسات، فماش توصيات انه مثال المثال العمراني نتاعنا في المدن نتاعنا في المناطق العمرانية نعملوا فيه إعادة نظر. كيفاش نجموا نستغلوا مياه الامطار؟ مش حرامك هيك تضيع معناها؟ هو فما القانون نتاع انجاز المواجل على مستوى المناطق العمرانيه، فيه تشجيعات من الدوله للمواطنين باش يعملوه، باش ينقصوا ديجا الماء، كيف كل مواطن معناها يعمل ماجل في داره والا في العمارات ولا في المنشات العموميه، دونك ينقص كميات المياه على مستوى الطرقات، وفما تشجيعات كبيره من الدوله باش المواطنين يمشيوا في الحكايه في انجاز المنشات هذيا. شنو التشجيعات مثلا؟ فما تشجيعات من الدوله، فما قروض وفما دي سيفونسيون معناها من عند الدوله باش المواطن ينجم، ولا قروض ميسره باش ينجموا يعملوا المنشات هذيا، خاطر هي تتكلف
خفيف شويه. دونك فما تشجيعات من الدوله والقانون صدر من 2018 معناها اليوم نشجعوا اي مواطن انه يعمل نرجع الماجر في الديار لانه حل باهي خاصه مع المشكل نتاع المياه خاطر احنا ولينا نشهد معناها فيضانات وامطار وكميات معناها هامه في اوقات وجيز كما نشهد اللي مثلا مناطق الشمال الغربي الفترات السنوات اللي فاتت ما شهدتش برشا امطار دونك فما نقص في المياه على مستوى السدود ومياه الشمال اللي توصل حتى لصفاقس. دونك احنا نشجعوا الناس الكل باش تعمل الماجل باش نتفاداو هالشح نتاع المياه والنقص المياه في المناطق العمرانيه. سي فتحي تو يقول القايل مازال موسم الامطار معناها مازال فصل الشتاء من المطره الاولانيه رينا اللي شفناه هنا كيفاش تساعد الوزارة؟ هل تعاود استراتيجية أخرى تعاود تروشك أمورها تزيد شوية من نعرفش من عملية الجهر عليه تركد المياه في شوارعنا وطرقاتنا غلطة المواطن البلدية هي نحن الكل مسؤولين بطبيعة الحال احنا قلنا مسؤولين مي خاصة أنا ثم حاجة حبيت نركز عليها هي خاصة تراكم فواض المواد البناء فهمتي اللي هو ولت ظاهرة كبيرة ووزارة التجهيز عن طريق الإدارة الجهوية عاملة مجهود كبير لإزالة هذه فواض المواد البناء واللي من بين الأسباب الرئيسية اللي تسد مجاري المياه وتخلي المياه تتراكم فوق الطرقات وهذه راهو مجهود كلي للبلديات لوزارة التجهيز للناس كل وبطبيعة الحال للمواطن زادة باش نساهموا شوية في الحملات هذية وفي الحد من الظاهرة هذية متاع إلقاء الفضلات على جوانب الطرقات وهاني منها هي تخفف برشا على تراكم المياه وتراكم الأطربة على الطرقات. شنو رايك مدام وفاء في اللي اقترحوا سي فتحي؟ احنا كان لاحظت احنا السنوات الاخيره شدنا نقص امطار كبير معناها في تونس. مالوروزمون ننساو المجرى نتاع ننساو مجرى المياه وننساو الواد. دونك وتجي العباد تبني بطريقه فوضويه والا عشوائيه بدون رخص. هذايا يساهم انك تنقص من طاقه استيعاب المجرى وتسكروا. دونك هذاك اللي يخلي الماء يمشي مع الكياس معنا حتى اذا كان عندنا واد ولا عندنا مجرى واد تلقاه كما قال سي فتحي بالفواضل مسكر العباد قربت منه برشا دونك نقصت في طاقه استيعابه وبرغم المجهودات معناها اللي نقوموا بها لجهر وتنظيف الاوجه سيرتو على مستوى المناطق العمرانيه ولات معناها نعملوا تدخل بصفه متكرره مثلا قبل كنا نعملوه مره في الشهر ولينا نعملوه حتى مره في الجمعه مالوروزمون تتعاود دونك اللي خلينا نبذلوا مجهود اكثر دونك نتعاونوا الناس الكل باش نحاولوا نقصوا شويه من الظاهره هذه ونتعاونوا الناس الكل بيان سور احنا البلديات المواطن كلنا مسؤولين على الفيضانات في تونس. البلديات متعاونين معاكم رغم قله امكانياتهم؟ البلديات مالوروزمون يشكيوا قله الامكانيات الماديه والبشريه هذايا اشكال كبير عند البلديات اشكال كبير تصريف مياه الامطار داخل المناطق العمرانيه زاد متعاونين على قد الامكانيات اللي عندهم يعني. بخلاف انها تدخل للديار مياه الامطار في المناطق العمرانيه وين تمشي؟ تدخل الديار ولا اذا كان فما منشات والا نعرفش منشات صناعيه بتاتر تونس الكبرى خلينا في العاصمه على الاقل نعرفوها العاصمه الناس كل تعرف العاصمه مياه الامطار في العاصمه وين تمشي؟ كيف نستغلوها؟ كيفاش تقع ادارتها وانتم اداره المياه العمرانيه؟ هو احنا اداره المياه العمرانيه هي المنظومه نتاع تصريف مياه الامطار فيها برشا جوانب معناها احنا عندنا جوست الحمايه وفما تصريف مياه الامطار الاداره هي تتم على ثلاثه مستويات معناها فما بون في تونس الكبرى فما منشات لتجميع المياه عالي الاحواض الساكبه فما كما في قرب في روريش في شيره المنيهله قمرت فما احواض لتجميع المياه وفما دي سدود تليه اللي انجزتها وزاره الفلاحه دونك هذوما يشدوا الماء في المناطق في اعلى الاحواض الساكبه معناها هل هما كافيين؟ هما يقلصوا من الكميات باش ما تهبطش المناطق العمرانيه. من بعد تجي منشات الحمايه وهي تهيئه الاوديه وفي تونس الكبرى عندنا عديد الاوديه معناها خاطر تونس الكبرى اربع ولايات دونك عندنا عديد الاوديه وبعد تصريف مياه الامطار اللي هو داخل المناطق العمرانيه اللي مثلا قدام هنا كما قدام الاذاعه الوطنيه لهنا فما شبكه تصريف مياه الامطار.
الإدارة تتم عبر مختلف المتدخلين، معناه كل واحد في إطار مشمولته. بي خلينا في شبكة، الشبكة متاع تصريف مياه الأمطار، وجبت الإذاعة وخلينا في محيط الإذاعة. هنا في بالك كي تصب الشتاء معناها تتعبى الكيسات الدايرة بالإذاعة، فما مشكلة في شبكة التصريف؟ يلزمها صيانة أخرى شبكة التصريف؟ هل هي كافية؟ هل هي تقادمت؟ هل أنه العمليات متاع الجهر اللي قمتوا بها أنتوما فات وقتها وتعاودت تسدت المجاري متاع التصريف المياه؟ فهمونا معني. هي شبكة تصريف مياه الأمطار اللي بحدا الإذاعة هي شبكة متاع تصريف مياه الأمطار، ماهيش منشأة حماية. دونك احنا كي ندخلوا بالجهر والتنظيف المنشآت الحماية المنجزة من قبل مصالح إدارة مياه العمرانية بجارة التجهيز والإسكان حسب مشمولات الإدارة. الشبكة اللي بحدا الإذاعة شبكة لتصريف مياه الأمطار، هي بون اللي نعرفه اللي هي شبكة قديمة شوية وتم إنجازها على فترة تواتر صغيرة. دونك خاطر قبل ما كانش فما بنايات كيما توا، دونك كميات الأمطار مش كيما قبل كانت فما مناطق خضراء وأماكن ماهيش مبنية كانت تمكن من تقليص الكميات المياه الأمطار خاطر تشربها الأرض. توا ولا القطرة الماء اللي تهبط كلها تجري مع الطرقات. دونك هكا علاش يلزم مراجعتهم، مراجعة قياسات المنشآت تصريف مياه الأمطار. أنت كحل قلت يلزم مراجعتهم، فما مواطن قال يلزم نرصدوا الأموال لتمكين البلديات من حل جميع المشاكل اللي تهدد سلامة المواطن. سي فتحي شو تضيف على الاقتراحات هذه؟ والله أنا بالنسبة لي أنا اللي نضيف وعلى كما قلت بالعكس أنا نأيد الكلام اللي قالته وفاء، هو في عملية البناء الفوضوي، عملية إلقاء الفضلات على الطرقات، ماذا بينا نعتنوا به، فهمتني؟ أخطر هما من بين الأسباب الكبيرة اللي تفاقم عملية الفيضانات. بالنسبة لوزارة التجهيز بعد إذنك كان تسمح نسمح بالنسبة لنا نقولوا نحن وقت لين تصير عملية الفيضانات هنا ثم دور بالنسبة لوزارة التجهيز دور كبير، هو التدخل لفتح الطرقات لإزالة الأتربة بالطرقات، ونحن عنا خطة متكاملة في العملية ذي وفي العملية التدخل. يعني عنا أربع مستويات للتدخل. المستوى الأول هو على مستوى الإدارة الجهوية بالمعدات الموجودة في الإدارة الجهوية، وقت لين العملية تستدعي معدات أكثر عنا في إدارة مركزية في إدارة المعدات، حاملات معدات، وعنا معدات استراتيجية موجودة في إدارة المعدات يتم يفادها للجهة هذيك. هل تدخلوا بالوقت وإلا فما كل الإجراءات الإدارية متاع ورقة تمشي ورقة تجي وغض غض ميسيون والحكاية تدوكم البارح مثلا في سوسة ولا في المتلوي ولا هل أنه يقع التدخل آليا وأوتوماتيكيا وبالوقت حينيا وإلا يزم تتعدى على الإدارة المركزية ويجي الورقة ويجي الإذن التدخل حيني ومرات يكون حتى استباقي، يعني حيني العملية. نحن عنا شبه قاعة عمليات ديكو يجونا لي بولتان ميتيو نبدو نتحضروا، عنا شبكة على الواتساب ديما جينا المعلومات من الميتيو ونبدو متهيئين ووصلنا حتى ندخلوا في الليل نبعثوا معدات في الليل. دونك تصير تدخل على مستوى الجهة كما قلنا، دعم من إدارة المعدات زاد كيف حينيا وقتيا وتبادل المعلومات في الليل في النهار. إذا استدعى الأمر نحن نخدم في منظومة كاملة بين الإدارة الجهوية، مثلا كل إدارة جهوية وحدها، دونك يتم استقدام معدات من الإدارة الجهوية المجاورة، فهمتي؟ ولا بطبيعة الحال ما نخلوهاش هذيك ناقصة مي اللازم. وفي صورة ما إذا استدعى الأمر نولوا يستير تسخير المعدات نتاع المقاولات المنتصبة غادي باش تدعم المجهود نتاع الإدارة لتفادي الكارثة. باهي مستمع كريمة تقول صباح الخير، أنا حبيت نبني ماجل وقالوا لي الضمان هو أنك ترهن دارك، هل هو معقول كلام كي من هكايا؟ فما مدام صابرة كيف قالت عندي اقتراح، مع ارتفاع عدد البنايات العمومية إجبارية تخزين الماء ماجل معناها لكل عمارة نعملوه ونستعملوا المياه هذيك لتنظيف وسقي الحديقة والعمارة مع مراقبة كيفية من البلديات للبنايات الحديثة
ومعاقبة كل من ساهم في سد منشأة تصريف للمياه وشكرا. هذه بعض الملاحظات اللي تجي من المواطنين. هل أنه بالإمكان اليوم أن نعمله في كل عمارة مثلا منشأة مائية صغيرة؟ لأنه زاد فما مشكل آخر وقت اللي تنقص المساحات الخضراء، لأنه وقت اللي عندنا جنين والأرض هي اللي تمتص الماء متاع الأمطار، فما عاش يكون فما فيضانات. اليوم ما عاش عندنا مساحات خضراء، كلها عمارات، كلها منشآت، كلها بناءات، وهذه خلى زاد المياه تتراكم، المياه العمرانية عندك أنت. صحيح، الإجبارية للعمارات في بالي المنشآت العمومية فما إجبارية، بالنسبة للعمارات فما تشجيعات، دونك ينجموا يعملوا، مازالت ما فماش إجبارية، مي نورمالمون نمشيو فيها، معناها إجبارية معناها بناء خزانات لتجميع المياه معناها على مستوى العمارات وحتى على مستوى المساكن الفردية. فاتحي نختموا معك معكم الاثنين، شنو تنصحوا المواطن، شنو تقولوا؟ هل انه اليوم تراو الاستراتيجيه نتاع الوزاره ناجحه والا يلزم تتضافر جهود اخرى وتوفر امكانيات اخرى زاده من اطراف الكل، مش نقيو رواحنا، مش نحميو المواطن من فيضانات فصل الشتاء، ونحن قادمين على موسم ان شاء الله يا رب يكون ممطر، لكن امطار نحبوها تكون نافعه للمواطن مو ضاره. صحيح ومعقول، هو ديما نحن ندعو لتضافر الجهود الكل، من ديوان الوطني للتطهير، من البلديات، من بطبيعة الحال المواطن، من التجهيز. احنا بالنسبة لنا كوزارة التجهيز قاعدين طبقا الخطة معلومة واضحة، سواء على مستوى إدارة المياه العمرانية ولا الإدارات الجهوية ولا الإدارة العامة لجسور وطرقات، حتى في الدراسات اللي قاعدين ننجزوا فيها لإنجاز طرقات جديدة ولا محاولات جديدة، ديما تأخذ بعين الاعتبار تصريف مياه الأمطار، هذه توا شيء معمول به. المعدات متوفرة ديجا، حتى صارت اقتناءات جديدة ما عندهاش سنوات يعني، ومتوفرة للتدخل الحيني. بالنسبة لنا إدارة المعدات تقوم كل عام في مع اقتراب موسم الأمطار وإلا موسم الثلوج بزيارات ميدانية لدرجة جهوية، تفقد المعدات وإصلاحها وصيانتها فهمتوا لا، باش تكون جاهزة للأمطار وإلا للثلوج وإلا حتى زحف الرمال. والحملات النظافة ديما يصير دعم مجهود مشترك للبلديات، وثم ريبريك أخرى زادة هي متعلقة كلها بالفيضانات، اللي هي حكاية مساهمة وزارة التجهيز في المجهود اللي تقوم به الإدارة العامة للغابات والديوان الوطني للحماية المدنية في مسألة الحرائق، خاطر ديما كل التغيرات المناخية ديما نساهموا في فتح الطرائد لحماية الغابات، وذي تساهم فيه وزارة التجهيز بالآلات الكاسحة متاحة. دونك المجهود يلزم يكون متضافر من الأطراف الكل. احنا كإدارة المياه العمرانية في وزارة التجهيز كما قلت من الأول، احنا نقوم بدراسات معنا لحماية المدن باش نعرفوا ان هي المناطق المهدده بالفيضانات. قلت لي قبيله ونسال فيك، النقاط الزرقاء، ما يسمى بنقاط زرقاء، هي الاماكن اللي تفيض فيسا. قلت لي ما عادش نجموا نحدوها مع التغيرات المناخيه. مش ما عادش نجموا نحدوها، احنا كما قلت من الاول، احنا المطر خطر، ما عادش عندنا منطقه مهدده ومنطقه ماهيش مهدده، فيو اللي بالتغيرات المناخيه ولات اي منطقه في التراب الوطني كسواء في الشمال والا في الجنوب نجم تكون معرضه لخطر فيضانات بفعل الامطار الاستثنائيه اللي تشهدها بلادنا. وعلى هذاك معناها الوزاره شرعت في اعداد دراسه استراتيجيه للتصرف في مخاطر الفيضانات، والدراسه هذه باش تعطينا بصفه علميه المناطق المهدده بالفيضانات على كامل التراب التونسي. وقتاش مش تكون حاضره الدراسه؟ الدراسه حاضره من المناطق العمرانيه اللي باش تكون مهدده، من هنا داخل العام تكون عندنا الخارطه نتاع المناطق المهدده بالفيضانات بالارتفاع نتاع المياه على مستوى المناطق العمرانية، واللي باش تعاوننا برشا احنا ومختلف المتداخلين معنا احنا ولا البلديات. وعلى هذاك لازم تتضافر الجهود نتاع الناس الكل، نتاع وزارة التجهيز، البلديات كما قال سي فتحي، لوناس، الفلاحة، المواطن بيدو لازم يعاوننا بالمجهود نتاعو ان نحافظوا على مجاري المياه نتاعنا
باش تنجم تكون كافية لاستيعاب مياه الأمطار. باي شكرا لكم. أنا مش نرجع لتعليقات مستمعينا. مدام حبيبة يوسف تقول شنو التحذيرات اللي قام بها الديوان الوطني للتطهير كاستعداد للمحافظة على المياه والحماية من الفيضانات. هذا يلزمنا نستضيفه الديوان الوطني للتطهير، استضفناهم سابقا ونرجع توا مع موسم الأمطار إن شاء الله. نعود نرجع للمستمعة اللي قالت نحب نعمل ماجر في الدار لكن قالوا لي ترهن دارك. تقول أنا نسكن في فيلا، كيفاش على ماجر مش نرهن داري؟ سي مراد يقول من بكري وأنا نسمع فيكم، اللي فهمه هو أنه البنية التحتية متاعنا محدودة وكها وفي كلمة هو لخصها. صحيح عنده حق ولا قولوا لي؟ هي هو شوف راهو في العالم الكل معنا ما نجموش أن ننجزوا منشآت للحماية ولا تصريف مياه الأمطار باش تستوعب الأمطار الاستثنائية كما شهدنا في العالم الكل. فما إنجاز المنشآت هذه يتم باعتماد فترة التواتر. المنشآت الحماية نعتمد فترة التواتر معناها عودة 50 سنة و100 سنة. بالنسبة لتصريف المياه الأمطار نعتمد فترة التواتر 20 سنة. فما مناطق فيها منشآت تصريف مياه الأمطار 20 سنة، فما مناطق ما فيهاش، وفما مناطق فيها منشآت بفترة تواتر أقل. أما المنشآت الجديدة اللي يتم إنجازها لتصريف مياه الأمطار الكلها على مستوى التقسيمات ولا على مستوى مشاريع تصريف مياه الأمطار على مستوى البلديات الكلها بفترة تواتر 20 سنة جديدة، القديمة يلزم نراجعوها ونحسنوا لها في فترة التواتر نتاعها. أما كما قلت ما نجموش، ما فماش حماية مطلقة. احنا في الاخر معناه في الاخر نحاولوا ان نقصوا من اضرار الفيضانات هذية، ومع بعضنا الناس الكل نحاولوا ان نقلصوا من الاضرار هذية. في كلامك ذكرت البلديات، وسي مجدي نور الدين يقول الاشغال اللي تقوم بها بعض البلديات اشغال بدائيه، يجب تمكين البلديات والهياكل المختصه من المعدات اللازمه. فما برشا ملاحظات ان نشكركم عليها. يقول زاد البنايات كثرت وبالتالي فما عادش عنده الماء وين يمشي. اللي قال تجاوبوني على سؤالي، ما نجموش نجاوبوك لانه ما عندناش المعطيات مدام على حكايه انك تسكن في فيلا وتحب تعمل ماجل وطلبوا منك انك ترهن دارك. هو كي نجيو نشوفوا هكايا بمسافه نلقاو ان الحلول ممكنه. اول حاجه انه عمليات الجهر والعنايه تكون متواصله ماهيش موسميه. ثاني حاجه من بعد لا الدوله تقوم بهذا، يجي دور المواطن، على خاطر كان كل واحد يتجاوز ويعمل اشغال ويخلي الاوساخ لبرا ولا يرمي الأوساخ متاعه خارج الأوقات المحددة. لذلك يزم خطية، يعني الردع مهم جدا اليوم، القانون يزم يطبق على الناس الكل خاطر هذيك مضرة للناس الكل. فما حكيت أنه نعملوا ماجل في ديارنا في مؤسساتنا في بلاصاتنا، علاش ليه هكيكا نجموا نستعملوا الماء هذيك كما قالت هي للتسييق وإلا لسقي الجنين. يزم نفرضوا على كل واحد مش يبني زادة تكون عنده مساحة حتى صغيرة خضراء سواء في عمارة ولا في داره، لأنه هذيك يمتص الماء. فما طرق معناها النجم في الترتيب العمرانية، الأمثلة هي العمرانية موجودة معناها في الترتيب العمرانية تلقاه كل مساحة قداش المساحة المغطاة والمساحة الخضراء اللي باش تكون في الدار. ما يتطبق ولا ما يتطبقش هذا اللي بعد يناقش. أنا نشكركم برشا. وفي بن عمر هي مديرة بإدارة المياه العمرانية، سي فتحي العياري مدير إدارة المعدات بوزارة التجهيز والإسكان. إن شاء الله موسم أمطار يكون موسم خير على بلادنا، ما فيش أضرار. الفيضانات روها في بلدان الكل حتى في البلدان المتقدمة، لكن كيفاش تكون العملية متاع أن ننقذوا الناس وأن بالوقت يلزمنا ندخلوا. ومع الأمطار زادة كما قلت قبيلة جاية الثلوش في مرتفعات الشمال الغربي، فإن شاء الله يكونوا التوينس الكل لباس في كل الأماكن، وإن شاء الله يكون موسم من غير أضرار، وانتم إن شاء الله بالتوفيق لكم. التونسي كريم قلبك.